شهر قلب يسوع مبارك إن شاء الله لكم جميعا، لأن شهر حزيران كما نعلم هو مخصص لإكرام والتعبد لقلب يسوع الأقدس. طلب السيد المسيح من عدة رسل أن يكونوا رسلا لقلبه الوديع المتواضع القلب، لذلك يبرز لدينا في هذا الشهر مثل القديسة مارغريت ماري ألاكوك، وكذلك لدى تعبدنا أيضا للرحمة الإلهية يمثل لدينا مثل القديسة فاوستينا. إنهما رسولتان لقلب يسوع الأقدس، وقد وصلنا هذا النداء من قلب يسوع نفسه أن نكرمه ونتعبد له، وخاصة في أول جمعة من الشهر، وأيضا في احتفال الكنيسة بعد عيد العنصرة بأسبوعين بعيد قلب يسوع الأقدس، وكذلك بتخصيص شهر حزيران 6 من كل عام من أجل التعبد بشكل مكثف أكثر لقلب يسوع الأقدس. وعد السيد المسيح القديسة مارغريت ألاكوك في باري لمونيال بفرنسا بالقرن 17 للميلاد بأن كل من يتعبد لقلبه الأقدس في أول جمعة من الشهر في كل مدار السنة هنالك وعود حقيقية. ومن أجمل هذه الوعود الوعد الثاني، وهو أن يعطي السلام للعائلة. ما أجمل هذا الوعد من قلب يسوع الأقدس لعائلاتنا، ولأن هذا هو العطش الكبير الذي تعطش إليه العائلات، وهو السلام الداخلي. وكما يقول القديس أنطونيوس البدواني الذي احتفلنا به في هذه الأيام أيضا في شهر حزيران، إننا بحاجة للسلام الخارجي لكي نعيش مع القريب، وبحاجة إلى السلام الداخلي لكي نعيش مع أنفسنا، وبحاجة إلى السلام الأبدي لكي نعيش مع الله. ما أجمل هذا الوعد الإلهي بأن يمنح السلام والطمأنينة وراحة البال لعائلاتنا، وكذلك وعد بأن يحصل الإنسان المتعبد لقلبه على أجمل عطية يمكن أن يطلبها المرء المؤمن على هذه الأرض، وهي أن يغادر هذه الحياة في آخر لحظاته وهو مسلح بالأسرار المقدسة، وهذا ما نسميه بالميتة الصالحة. هنيئا لنا هذا القلب المحب، وإلى جواره قلب مريم الطاهر. إنهما مثالان لكي نعيش الطهارة، ولكي نعيش النقاء، ولكي نعيش الاتكال الكامل على رحمة الرب الكبيرة. إننا نحيي جميع الأشخاص المتعبدين، وقد أصبح لدينا في الأردن وفي الأرض المقدسة وفي العالم مجموعات تطلق على نفسها لقب مجموعة الأخوية قلب يسوع أو قلب مريم الطاهر، وهنالك الكثير من المعابد والكثير من المزارات والكثير من الكنائس والرعايا المشادة على هذين الاسمين الكريمين، قلب يسوع الأقدس أو قلب مريم الطاهر. نشجع على أن تكون أيضا بيوتنا محروسة بقلبي يسوع ومريم، وكل بيت صراحة ندخله ونرى صورة قلب يسوع مكرمة نشعر بالراحة والطمأنينة، وكل بيت فيه صورة قلب مريم الطاهر أو أي رمز مريمي نشعر أيضا بأن مريم حاضرة بعاطفتها وحنانها الأمومي. نحتاج فعلا إلى هذا العزاء الرباني من خلال تعبدنا المتواصل المتواتر للتعبد لقلب يسوع وإكرام قلب مريم الطاهر، وهذا ما دأبنا في صلواتنا الليتورجية أو التقليدية على أن نقول يا قلب يسوع الأقدس ارحمنا وارحم العالم أجمع، أو يا يسوع الوديع المتواضع القلب اجعل قلوبنا مثل قلبك، كما نقول لمريم العذراء يا مريم صاحبة القلب الطاهر كوني خلاصنا. صلاة بسيطة أحرف قليلة ولكن لها دلالات كبيرة، لأنها تعبر عن نار الإيمان ونار المحبة المعتمر في قلوب جميع المؤمنين المتعبدين، وبخاصة من الشباب ومن العائلات
لقلبي يسوع الأقدس ومريم الطاهر. فيا يسوع الوديع متواضع القلب، اجعل قلوبنا مثل قلبك، ويا قلب مريم الطاهر كن خلاصنا. آمين.